السلام عليكم ورحمة الله، كيف نتوم؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا صحيحين معافين. وصفتنا اليوم إن شاء الله غتكون خليط من مطبخين الإيطالي والمكسيكي، فغادي نحضروا الكالزوني الإيطالي اللي هو عبارة عن فطيرة محشوة، والحشوة غادي تكون بنكهة مكسيكية. فتبعوا معايا طريقة التحضير والمقادير اللي هي سهلة في المتناول، بإمكانكم تعملوا أي حاجة في الحشوة. أنا هنا كنعطيكم اقتراح وكيبقى لكم نتوما الاختيار، ولكن إذا عملتوها بهذه الطريقة وبهذه المقادير غتجيكم أكثر من رائعة. بسم الله على بركة الله، نبدأ مع بعضنا. المقادير اللي غنحتاجو اللي على رأسها عجين البيتزا، أي عجين بيتزا معتمد عندكم يمكن لكم تستعملوه، أنا كان عندي في المجمد حضرته من قبل. غادي نحتاج الأجبان بحسب الذوق، عندي الجبن مربعات ديال تشيدر، عندي البارميجانو ريجانو اللي هو البارميزان، وعندي خليط من الأجبان يسمى بالمكسيكان بلاند، يعني كيتستعمل في الأكلات المكسيكية بشكل كبير. عندي البصل مفروم ناعم، عندي الفلفل الأحمر حلو، وعندي الفلفل الحار يعني مقطع قطع صغيرة، عندي الخليط ديال الشرمولة اللي هو عبارة عن توم مفروم ناعم جدا مع الكزبرة والبقدونس، عندي هنايا بالنسبه للحم اللي غنستعمل هو الشريمب يعني لي كروفيت، اعملوا اي حاجه نتوما بغيتوها. غادي نعمل زيت الافوكادو، وغنحتاجو للملح، والتوابل كتبقى بحسب الذوق. انا غنعمل هنا البابريكا يعني الفلفل الاحمر الحلو، الكركم، الكزبره الناشفه، الكمون، الزنجبيل، ما يسمى بالفلفل الاسود او الابيض يعني الابزار، وغنستعمل كذلك القليل من الفلفل السوداني يعني الفلفل الحريف، هذا كيبقى اختياري ولكن ضروري منه باش كيعطي واحد النكهه وواحد اللذه خطيره لهذه الوصفه ديالنا اليوم. بالنسبة للزيت أنا قلت لكم غنستعمل زيت الأفوكادو، بإمكانكم تستعملوا أي زيت متوفر عندكم وأي زيت كتناسب يعني الذوق ديالكم. بسم الله، غنعمل المقلاة ديالي على النار باش كتسخن الزيت، ونضيف لها الشرمولة اللي هي الكزبرة والبقدونس مع التوم مفرومين ناعم جدا، كنشحرهم شي شوية، وغادي نضيف لهم الشريمب ديالي اللي هو يعني الكريفيت، نشحرهم حتى هما مزيان يعني يكونوا بيان سوتي، ونضيف لهم الملح. خليت تقريبا الشريمب ديالي حتى بدا كيدخل الطياب، غنحيد منه واحد الجزء نخليه على جنب، والباقي غادي نشحرو مزيان في المقلاة حتى كيدخل الطياب. هذاك اللي غادي يتشحر مزيان غادي نخليه للتزيين، واللي حيدته الاولاني غادي نقطعه قطع صغيره، وغادي نضيفه مع هاد البصل والفلفل من بعد ما غادي نشحرهم مزيان. حتى هما ما غاديش نطيبهم 100%، ما غنخليهمش يعني حتى يطيبوا بزاف، لاننا غادي ندخلو هادشي هذا الفران غادي يزيد ياخذ الوقت في الطياب، فيكفي اننا نعملوه صوتي هكذا شي شويه ويتجانس مع بعضه، ونضيفوا له الملح والتوابل. وفحال قلت لكم الشريمب اللي حيدته هو الاولاني غادي نقطعوا القطع صغيره، وغادي نخلط كل شيء باش نحصل على واحد الحشوه رائعه في المذاق. ضعفتي الا جربتوها بهذه الطريقه هذه غادي تعجبكم بزاف بزاف انا مأكدة. للتذكير التوابل اللي استعملت هما البابريكا وشوية السوداني يعني الفلفل الحريف، الكمون، الكزبرة الناشفة، الزنجبيل والكركم، ومن طبيعة الحال الملح، وكذلك الإبزار أو الفلفل الأبيض أو الأسود. بدلت رأيي في عوض ما نقطع الشريمب يعني قطع صغيرة، حاول قسمتها غير هكذا كل وحدة على جوج، لأن تبارك الله هاد الشريمب كبيرة فالحجم ديالها إلا خليتها مكملة كتجي كبيرة بزاف، وإلا قطعناها على جوج بالطول كتجي مزيونة. فحالي شفتوا الحشوة عندي موجودة، أنا هنايا عملت غادي نجي نعمل الفران يسخن مزيان، وديك الصينية اللي غادي نطيب فيها حتى هي حطيتها في الفران ديجا كتسخن، وغادي نطلق العجين ديالي ديال البيتزا، وغادي نعمرها بالحشوة اللي عندي مع الأجبان. فحال اللي قلنا الأجبان اللي توفر لكم يمكن لكم تستعملوه أو اللي تناسب الذوق ديالكم. أنا نذكركم هنا عملت شرائح الجبن ديال تشيدر، وعملت البارميجانو ريجانو اللي هو لو بارميزان، وزدت عليهم المكسيكان بلاند هو كيكون عبارة عن تقريبا وقيلا 4 ديال الأجبان. فالمهم عملوا اللي لقيتوه واللي توفر لكم.
بحال اللي كتشوفوا معايا الطريقه ديال المونتاج ديالها ولا اسهل. طلقنا العجين وعملنا الجبن وضفنا الخليط ديال الحشو ديالنا من بعد ما برد واحد شي شويه باش ما يقطعناش العجينه، وكنضيفوا الاجبان بحال اللي قلنا بحسب الذوق اللي توفر والكميه المرغوب فيها. غير كان ردوا البال الجبن كيكون شويه مالح، خصوصا البارميزان كيكون مالح بزاف، فما تعملوش منه بزايد لاننا غادي نحتاجوه من بعد. فانا هنا غادي نحاول نغلق الفطيره ديالي، الا ما بغاتش تغلق لكم دهنوا واحد شويه ديال الماء يعني غير بالاصابع ديالكم وضغطوا عليها جيدا، وكتعطيوها هذا الشكل هذا اللي هو الشكل التقليدي ديال الكالزوني. نتاكدوا جيدا باطراف الاصابع اننا غلقناها باش ما تطرطقش وما تفتح شويه تخسر الشكل ديالها، وغادي ندهنوها دهنه خفيفه بزيت الزيتون. اذا ما بغيتوش زيت الزيتون تقدروا تعملوا واحد الاصفر ديال البيضه تخفقوه مع قطرات من الحليب والخل وكدهنوا به تعطيها واحد اللون مزيون. انا هنا ما بغيتش نعمل البيض، عملت غير زيت الزيتون. وغادي نجيب واحد السكين بالراس ديالو وغنعمل هاد الثقوب من الفوق باش كنعطيها مجال انها تنضج على المهل وفي نفس الوقت ما تطرطقليش، يعني نفس الطريقه اللي كنطيبوا بها لي شوسون بالضبط، يعني الشوسون الفرنسي هذا الكالزوني الايطالي، فما اختلفنا الا في الاسم وفي الحجم فقط. غادي نعملوا لها رشه غنيه ولا رشه مزيانه من البارميزون، داكشي علاش قلت لكم ما تعملوش بزاف لداخل. وغادي ندخلوها للفرن اللي ساخن مسبقا على درجه عاليه، اعلى درجه عندكم ديال الحراره في الفرن ديالكم هي اللي غادي تعملوا. فانتم كتشوفوا معايا تبارك الله في نص الوقت تقريبا باش بدا يقرب يوجد كيغلي مزيان، غادي ديك المرق اللي تيخرج منه ولا ديك الدم هو نيت غادي نعاود ندهن به شي شويه الوجه ديالو منها يعطي اللذه اكثر، وفي نفس الوقت كيعطي واحد اللوين مزيون. باقي تبارك الله شوفوا معايا هنا خرجته من الفران كيغلي كيغلي صراحه. دائما هاد المرحله ديال انك تنتظر الحاجه تبرد شويه وتكون قابله لانها تكال، هذيك هي اصعب مرحله في التوجد ديال اي اكله كتكونوا كتحضروها وانتوما يعني مشهينها وباغينها. فالمهم انا هذيك اللي خرج منه هو نيت زد دهنت به الوجه ديالو، وغادي نعملو رشه اخرى من البارميزون وغادي نخليه شي شويه يهدى وغادي نقطعه معكم باش تشوفوا كيف كيجي. غزال صراحه، واللذة رائعه جدا جدا جدا، خصكم تجربوها بالتاكيد وردوا عليا الخبر. انتما تشوفوا معايا تبارك الله الشكل ديال الكالزوني ديالنا كيفاش كيجي من برا مقرمش ومحمر ومن الداخل طري، وديك الحشوه معلكه كتجي لذيذه لذيذه خطيره. فصراحه عفوا المزج بين المطابخ راه اذا حاولنا غير نحترمو يعني الوصفه الاساسيه وحنايا نجيبو شويه من هنا وشويه من هنا كيعطيونا صراحه من هذا المزيج واحد الوصفه خطيره بزاف. فانا بالنسبه لي عملت المكسيكان شريمب فاهيتا مع الايطاليان كالزوني، جات صراحه واحد الاكله خطيره بزاف، لازم تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا خبر، وكنتمناها ان شاء الله تعجبكم. وانا بالنسبه لي كنقول لكم اذا عجبتكم لا فيديو ديالنا اليوم ما تنساونيش من بزاف ديال اللايك والشير والكومنت، الاشتراك في القناه اذا كنت باقي ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد. وفي حال دائما خليت لكم الراحة والرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله.